السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أحط الكونكشن في الستيل، أجي هنا في الكونكشن بيبدأ يجيب لي هو طيب واحد بس الجنرال كونكشن. لو قلت له مثلا بين ده وده تمام، وقلت له انتر بيبدأ يحطه لي بالشكل دوت. أنا أشوفه بالشكل ده. أنا عايز يبقى فيه اختيارات أكتر، فهاجي هنا في الكونكشن وأبدأ أختار الحاجات اللي أنا محتاجها بالشكل دوت، وأقول له أد وأقول له أوكي. بالشكل ده اول ما اقول له كونكشن بيبدأ تظهر عندي القائمه كلها، اقدر اختار منها مثلا اند بلات واروح مختار مثلا العمود دوت وتس انتر، هتلاقيه عمل لي هي البلات اسفل العمود بتاعي. طيب لو عايز اوصل بين اتنين ابدا اختار من هنا الحاجه اللي انا شايفها مناسبه ليا. طيب هنا مثلا دي لو في دبل تيوب براس، في هنا مثلا دبل بيورنج هيد، دبل ده هنا مثلا كولوم بيم ست، كولوم مع البيم ست. طيب اهو اقول له انتر هيبدا يعمله لي بالشكل دوت. تبدا بقى تدخل في الخصائص لو انت عايز تعدل الخصائص ديت. هنا هتشوف بقى الابروفت الحاله بتاعت الكونكشن ديت، هل هي توافق عليها ولا ما توافقش عليها، هل ليه تم عمل كالكوليت ولا لسه، ولا شيكينج فيلد عملت فحص وطلع في مشاكل. طيب ممكن نقول له بقى كونكشن تاني، وهنا كورنر بيست بلات في كليب انجل لو انت في عامله بزاويه البراثنج البيم. كل ما تقف على واحدة بيبدأ يجيب لك الشكل بتاعها المفروض يبقى عامل ازاي. embedded beam اهيت واقول له انتر فيبدأ يعمل لي الوصلة بتاعتي بالشكل دوت.